جزاك وهنيئا بالصحة ديالك. شكرا لك. يكون متألق إن شاء الله، وهذا ما عندناش فيه الشك، لأن يعني نظرا شكرا لجميع المتدخلين. الأسرة هي الدرجة الأولى، السبب الأساسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تلميذة فاتن الحماني، تلميذة بثانوية بيران زاران في الثانية علوم بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي، وهي الحاصلة على أعلى نقطة على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة 19.05. بعد المشهودات اللي قدمتهم طوال السنة والدعم اللي تلقيت من عند الأسرة ديالي والأقرباء والمؤسسة ديالي بما فيهم المدير والأطر الإدارية والتربوية والأساتذة ديالي، توفقت أنني وبفضل الله سبحانه وتعالى أنني نحصل على هذا المعدل اللي كان اللي خليت به المحيط ديالي فخور بيا. كان شوية ديال لوتراك، ولكن كنت ما مخلوعاش صراحة بزاف، حيت عارفة بكالوريا امتحان بحال جميع امتحانات الأخرى، وكنت تايقة في القدرات ديالي وتايقة في المراجعة اللي أنا راجعت والخدمة اللي خدمت، وكنت متوكلة على سيدي ربي اللي كنت عارفة أنه غادي يوفقني وما يخيبنيش. كان طمح أنني نعمل ميديسين من مورا هاد الإنجاز، ونفرح والديا عاوتاني فرحة أخرى إن شاء الله. هذا النجاح كنهديه للوالدية، كنهديه للعائلة ديالي، كنهديه للمؤسسة ديالي، حيت هما اللي كانوا السند ديالي طوال هاد السنة الدراسية. بصفتي الأخت الكبرى لجوج ديال الإخوة، غادي نكون إن شاء الله السند ديالهم باش أنهم حتى هما يمشيو في نفس المسار ولا أحسن، ويحققوا حتى هما المبتغى ديالهم، يحققوا الرتب الأولى إن شاء الله. وكنشكر ايضا المؤسسه ديالي ثانويه بيران زاران اللي قريت فيها دابا هذه 3 سنين، كانت في جميع المراحل ديال الدراسه كانت كتمثل سند، والحمد لله بفضل الاساتذه بفضل المجهودات ديال الاطر ديال هذه المؤسسه والمدير طبعا، توفقت انني نحصل على هذه النتائج اللي انا فخوره بها. السلام عليكم، معكم نادية فخري الام ديال فاتن الحماني الحاصله على اعلى معدل على الصعيد الإقليمي بجهة طنجة أصيلة، وأنا فخورة بها بهاد النتيجة اللي حصلت عليها، شرفت الأسرة ديالها وشرفت المؤسسة ديالها. ومن هذا المنبر كنشكر الأساتذة ديالها، وكنشكر مدير المؤسسة وجميع الأطر التربوية، وكنتمنى من الله عز وجل تبقى غادة على هذا المنوال حتى توصل للمبتغى ديالها، وحنا معها حتى تحقق الأحلام ديالها بإذن الله. اليوم سعيد بالاحتفاء بالتلميذة فاتن حماني بالتفوق ديالها بأعلى معدل وطني في المديرية الإقليمية طنجة أصيلة شعبة مسلك الثانية علوم فيزيائية خيار فرنسية. التلميذة النجيبة مهم حصلت على هذا المعدل بالعمل الجدي والدؤوب، وكنعرفوا هذه مدة 3 سنوات من بعد التواجد ديالها في الجدع المشترك خيار فرنسية، وسنة أولى علوم رياضية خيار فرنسية، ودابا السنة الثانية علوم فيزيائية خيار فرنسية. إذا التلميذة كتمثل بهذا الفوز ديالها فوز جميع التلاميذ بالمؤسسة، نظرا للمجموعة ديال المعدلات العليا اللي كتحصل عليها المؤسسة هاد السنة واللي حصلت عليها واحد المجموعة ديال السنوات الفارطة. هنا بالمناسبة ما لينا إلا نشكروا جميع المتدخلين ابتداء من المديرية الإقليمية وجميع المصالح ديالها اللي كتوفر جميع المسائل الضرورية لهذ المسألة ديال النجاح، الإدارة المؤسسة، الأسرة ديال أطر التدريس بالدعم ديالهم، والأسرة ديالها الشخصية اللي كتعمل جاهدة كل الجهد باش التلاميذ بحال هادو كيحصلوا على نتائج متألقة.